ستارز لليوم واخبار النجوم. بنبدا مع تامر حسني. تامر برقم قياسي جديد، استطاع الفنان تامر حسني انه يحطم حاجز المليون، ال 20 مليون مشاهده عبر موقع يوتيوب لاغنيته كل حاجه بينا، اللي انطلقت للمره الاولى بفيلمه الاخير اهواك. بنذكر انه الاغنيه من كلمات الشاعر امير طعيمه، الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع تميم. وعلى صعيد اخر، بدا حسني عقد جلسات عمل مع عدد من الموزعين والشعراء لاختيار الشكل الموسيقي لالبومه المقبل، كما تعاقد على بطولة فيلم سينمائي جديد. أكيد عم نشوفه بدو سكيتس كمان. أدال بعد خسارة الكثير من وزنها، هي عم تتصدر عدد شهر أدار لفوغ، هالمجلة اللي ظهرت عليها أدال بجلسة تصوير جديدة بعد أسابيع من تواجدها بصالة الألعاب الرياضية لخسارة الوزن. إذن معناه نحن بنحبها مثل ما هي، وبدت واضحة على أدال ملامح إذن خسارة الوزن، كما لفت انتباه جمهورها والصحافة العالمية. منذكر أنه أدال حصلت أخيرا على لقب فنانة الأرقام القياسية بعد ما كسرت الرقم القياسي بمبيعات ألبومها الأخير. آن هاثاواي بطفولتها، نشرت الممثلة العالمية آن هاثاواي صورة لها بعمر العشر سنين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وما ظهرت على ملامحها أي تغيرات جذرية بعدها مثل ما هي. منذكر أنه هاثاواي اللي عرفت بأدوار البطولة بعدة أفلام منها The Devil Wears Prada و Les Miserables وغيرها، بتستعد هلأ لإنجاب مولودها الأول بالربيع المقبل. عاصل حلاني عم يحضر مفاجأة فنية كبيرة. انتهى الفنان عاصل حلاني من تسجيل أغنية جديدة، واعتبر أنها رح تكون مفاجأة كبيرة لجمهوره، وأشار إلى أنه وضع أخيرا اللمسات النهائية عليها باستوديو الموزع توني سيبا ليطرحها بالقريب العاجل. نذكر أنه الحلاني بيستعد لإطلاق كليب أغنية أمير أسيلة بعد خلال أيام، وهي من ألحينه الشخصية، كلمات نزار فرانسيس وتوزيع عادل عايش. هدية زوج مريم فارس بعيد الحب، تلقت النجمة مريم فارس خاتم سوليتير من زوجها رجل الأعمال داني متري بمناسبة عيد الحب، وأعلنت أنها تلقت هالهدية من فالنتينو. وكانت فارس احتفلت مع زوجها متري بعيد العشاء وسط أجواء رومانسية، بعد أن كانت حضرت مائدة الطعام اللي طغى عليها اللون الأحمر وزينتها بالشموع الكبيرة والورود الحمراء والبيضاء، وهالتعبير كان تعبير عن الحب اللي بتتبادله مع زوجها. وتوجهت النجمة مريم فارس إلى جمهورها وقالت لهم بتمنى لكم يوم حب سعيد مثل يومي أنا. أما بالنسبة للفنانة قمر، فبتقول أنه لولا العناية الإلهية لكانت قتلت. كشفت المغنية قمر أنها تعرضت مرتين لاعتداء جنسي ببيروت من قبل حبيبها السابق، بعد أن ضبطته مع امرأة أخرى بأحد المقاهي اللبنانية. وأشارت قمر إلى أنها تصرفت بعفوية تامة بعد ما اكتشفت الخيانة، وأعلنت أنها دخلت المستشفى بسبب اعتداء حبيبها السابق عليها، ما دفع بها إلى تقديم دعوى قضائية لدى السلطات المختصة بعد ما حصلت على تقرير من الطبيب الشرعي. وقالت كنت أتعرض للتشوه بسببه، ولكن العناية الإلهية أنقذتني وإلا كنت قتلت. جورج وسوف غنيت بأمر من الأسد. كشف الفنان جورج وسوف أنه أحيا حفلة عيد الحب بسوريا بناء على طلب الرئيس بشار الأسد شخصيا. وقال وسوف خلال مقابلة تلفزيونية أنه الأسد طلب منه عدم إلغاء حفلته بدمشق، وعلق لم يرضى الأسد بحجب الفرحة عن الشعب السوري على الرغم من وفاة والدته، وطلب مني أن أقيم السهرة بعد أن كنت أعلمته بأنه لن أحييها احتراما لوضع عائلته الصعب. وختم جئت إلى دمشق بأوامر منه لأغني، ونحن شعب بحب الحياة. مع من تعاون زياد برجي بعد المصالحة؟ غادر الفنان زياد برجي إلى مصر لإكمال تسجيل أغنية ألبومه الجديد اللي بيتعاون فيه مع شعراء وموزعين مصريين أمثال أمير طعيمي ودكتور حسين محرم، ورح يكون التعاون بالتوزيع مع الموزعين الموسيقيين شريف قاسم وأحمد إبراهيم ومادي وتوما. وبيشهد هالألبوم عودة منتظرة للتعاون بين زياد برجي والشاعر أحمد ماضي يلي سبق وحققوا نجاح مع سوا، وبتجي هالعودة بعد المصالحة اللي تمت بيناتهم أخيرا على أثر وفاة شقيق برجي. ويتوقع أن تكون لمسة عمر صباغ بالتوزيع الموسيقي مكملة لهالتعاون، كما أنه الألبوم قد يشهد تعاون مع أسماء مهمة أخرى لم يتم الكشف عنها. ويأتي هالألبوم اللي انتظره جمهور زياد طويلا بعد تحقيق أغنيته المنفردة مش ناوي على خير نجاح كبير.
هذه أخبار النجوم لليوم، لحظات بنرجع نتابع مع ألايف ومع سانتي، خليكم معنا.